السلام عليكم. ثمة من يرى أن منطقة الشرق الأوسط يعاد تشكيلها وفق أسس جديدة، وأن أكبر الخاسرين في هذه الحسبة هو الهوية العربية. في المقلب الآخر، هناك من يرى أن العرب هم في الأصل يعيشون أزمة هوية تتمظهر في التغريب الذي يضرب أطنابه في مجتمعاتهم، وفي العزوف عن اللغة العربية والميل إلى نظيراتها الأجنبية، ناهيك عن ضعف الإحساس بالانتماء إلى العروبة، وهذا ما قد يقود إلى ذوبان الشخصية العربية مع الوقت. هذا الموضوع يشكل مادة حلقة اليوم من برنامج حديث العرب، أهلا وسهلا بكم. الدول والشعوب تضع بصمة هويتها على العالم ومجتمعاته بما تملكه من وسائل ومقومات إثبات الهوية وترسيخها ونشرها. فالهوية بمكوناتها من المؤثرات في سمات الشخصية هي التعريف لصاحبها فكرا وثقافة وأسلوب حياة. فإذا كانت الهوية واضحة مستقرة اكتسبت الثبات والرسوخ، وإذا كانت مضطربة ومتناقضة جعلته يعاني انحلالا وتميعا، فالهوية هي التي تحفظ سياج الشخصية. إن الانتماء للهوية العربية ليس ثيابا نلبسها ونخلعها حين نشأ، بل هو جلد جسمنا الذي لا نستطيع تغييره مهما استخدمنا من عمليات وأدوات مصطنعة. وفي ظل الصراعات والأحداث التي تمر بها المنطقة العربية، فإن مشاعر اليأس في ازدياد المستمر بين العرب حول هويتهم، بل وتصل ببعضهم إلى حد البراءة من إعلان انتمائهم العربي وإلى تحميل العروبة مسؤولية تردي أوضاع أوطانهم، ذلك ناتج عن مشكلة الخلط بين الانتماء الطبيعي وبين الظروف المصطنعة، بين العروبة الحضارية وبين الأنظمة والحكومات، بين الهوية الثقافية وبين الممارسات السياسية. فلم يعد يتشبث كثير من العرب بالهوية في وقت تعصف بهم تحديات سياسية واجتماعية وثقافية واقتصادية شكلت مقومات هوية جديدة أسست الفوضى والخلافات. والمتابع لما يجري على الساحة العربية يلحظ وبوضوح ما تسعى إليه بعض الدول لبث الفرقة بين العرب وإبقائهم تحت ضغوط سياسية وفي حالة توتر دائمة لنسيان أو تناسي ذلك الانتماء ماضيا وحاضرا ومستقبلا، بأنهم أهل أرض وحضارة هي مهبط الرسالات السماوية، وأن بإمكانهم العودة إلى مجدهم التليد. لتجلية هذه القضية ينضم إلي الأساتذة في الاستوديو أحمد سليمان الباحث في التراث العربي، وعبر الهاتف كل من غازي عنتاب الأستاذ أحمد مظهر سعدو الكاتب والصحفي، وعبر الهاتف أيضا من الجزائر يحيى بوزيدي أستاذ العلوم السياسية. أهلا بالجمع الكريم. لو بدأت من غازي عنتاب أستاذ سعدو، كثير من الكتابات في صورة كتب وأبحاث ومقالات عالجت موضوع الهوية العربية، لكن ما ليس معروفا حتى الآن هو مدى وجود تعريف واضح ومحدد ومتفق عليه لهذه الهوية. هل يمكن أن تحدثنا عن هذه القضية؟ كل التحية لكم وللمشاهدين جميعا وضيوفكم الكرام. أهلا وسهلا. يعني أعتقد أن مسألة الهوية بحد ذاتها وهي تتأزم عادة في وجود أزمات عامة في المجتمعات وتبرز إلى السطح كأزمة هوية، لذلك أعتقد أن مسألة الهوية العربية اليوم تعتبر هي حال يمكن الارتداد إليه انتماء، والحال الذي يمكن أن يلتف حوله الناس من خلال تعلقهم بتاريخ وجنس بشري ولغة أيضا، هو بالتأكيد له علاقة مباشرة بحال الأمم والشعوب. نحن العرب عموما ننتمي إلى أمة، هذه الأمة هي الأمة العربية بغض النظر عن تشكيلاتها وتطوراتها التي حصلت أو التغيرات الأثنوغرافية التي يمكن أن حديث عنها، ولكن أعتقد أن الهوية هي موضوع حال ينتمي إليه الجميع، هو شعور بالانتماء لأمة أو لشعب له علاقة كما قلت بالتاريخ، له علاقة بالجنس البشري، له علاقة أيضا بكثير من القضايا التي يود الناس التعلق بها والتمسك بها، وهي بالتأكيد مرتبطة بقضية التراث والانتماءات التي يفتخر فيها الإنسان، أي إنسان من أي أمة، لتراثه ولرجالات تراثه، سواء كان في غابر الأيام أو في حاضرها. طيب، أريد أن أعود للاستديو قليلا.
ثمة الكثير من الكتابات كما ذكرنا لم يتفق العرب حتى الآن حول تحديد مفهوم للهوية، ويبدو أن قدرهم الاختلاف دائما حتى في هذه القضايا. السؤال هو على ما يدل هذا الازدحام وهذه الاهتمام الكبير في الكتابة في موضوع الهوية؟ الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. دائما ما تثار قضية الهوية في أي أمة وبشدة وبانفعال كلما كانت هذه الأمة وهذه الهوية مهددة، تجد أنها وكأنها تهرب إلى تاريخها. إذا تأزم حاضر الأمة في أي أمة وأي هوية، إذا تأزم حاضرها تلجأ إلى الماضي وكأنها تستلهم منه أسباب عزها ونصرها وعودتها إلى ما كانت عليه في سالف أيامها. وهذا واضح جلي في حالتنا، حالة الهوية العربية. وإذا تتبعنا هذا الحال فإننا نجده يعني بدأ عندما أفلت الزعامة الإسلامية من وخرجت من يد الأمة العربية إلى الأمة العثمانية. كان هذا بداية الأفول، ولكنه لم يكن أفولا تاما، لأن الله تعالى أراد أن الذي استلمت مكانها القيادة والزعامة للعالم الإسلامي كانت مدركة لأهمية اللغة العربية وقدسيتها، فلم تحاربها وإنما وضعتها في مكانها القدسي. ولكن بدأت الانهيار الكبير للأمة العربية منذ أن جاء المحتل الأوروبي في نهاية القرن 19 ومطلع القرن 20. طبعا العدو دائما نعرف أن العدو لا يحب عدوه ولا يتمنى له الخير، بل يعمل على أن ينظر إلى مواضع القوة في عدوه. لكن أستاذ أحمد معذرة، يعني أنت تربط بدء انهيار أو بدء تلاشي ما يمكن أن يقال عن الهوية العربية مع قدوم المستعمر في بدايات القرن العشرين أو أواخر القرن التاسع عشر، لكن ثمة من يرجع هذا الموضوع إلى القرن الثامن عشر ومع دخول نابليون بونابرت إلى مصر والتغييرات الكبيرة التي أحدثها. أنا أقول أن هذا موجود، ولكن القضية بدأت في الانهيار. يعني كما أن المركب يسقط ليس مرة واحدة، كانت العوامل التي ذكرتها جنابك موجودة، ولكن بدأت الحرب شرسة. يعني لم نسمع أو نرى في التاريخ أن بلدا تحاول أن تغير معالم هوية حضارة أخرى مثل ما فعل المستعمر الأوروبي فرنسا. يعني فعلوا ما لا يفعل من أجل أن يجعلوا هذا العدو الذي يتكلم بالعربية من أجل أن يدمروا أحد خصائص هذه الهوية وهي اللغة، وكذلك الإنجليز. هذه الأمور يعني أدت إلى ما نراه الآن، والأمة العربية كانت هويتها كادت أن تضيع لولا القرآن الكريم. يعني لولا تفاعل اللسان العربي مع القرآن الكريم لحدث ما كما حدث مع الإخوة الأتراك في التجربة الأتاتوركية، عندما بدلوا الحروف العربية بحروف أتاتوركية بحروف لاتينية. فدائما ما تثار قضية الهوية إذا كانت الأمة في خطر عظيم وفي انهيار، والأمة نعم هذا حالها، في تراجع حضاري وعقلي وفي تهديد بضياع الهوية برمتها. لكن أنت تربط يعني هذا الاهتمام الكبير من قبل المفكرين والنخب العربية بتحرير مفهوم الهوية العربية بوجود مهدد وخطر كبير، لكن مع ذلك بالرغم من وجود هذا المهدد أو الخطر الكبير كما أسلفت جنابك، لم يتفقوا على تحديد الهوية، على تعريف واضح جامع مانع محدد متفق عليه لهذه الهوية. طبعا نحن لا نتوقع عقلا أن يتفق الجميع على هوية واحدة بعد كل ما حدث لها من تخريب. يعني الذي حدث من تخريب للهوية في القرون السابقة كان تخريبا شديدا، يعني وكونها خرجت منه سالمة يعني أو شبه سالمة هذه معجزة. كيف تبدى لك هذا التخريب للهوية العربية في الـ 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 الواقع الذي نراه سابقا؟ يعني كيف بدأ وكيف تمثل هذا التخريب للهوية العربية، ملامحه مظاهره؟ أنت ذكرت جنابك سالفا أو منذ قليل الحملة الفرنسية، كانت من أوائل من انتبه إلى أن هذه الأمة لا نستطيع أن نقدر عليها، فلننظر إلى هويتها ونفتت هذه الهوية، ما هي المحددات التي اجتمع عليها أهل هذه الأمة، محددات اللغة والدين والتاريخ المشترك والثقافة المشتركة والأعراف والتقاليد. أرادوا أن يضربوا كل هذا في مقتل، وعملوا بشكل منظم. وكنا لا نفهم في أول الأمر لماذا يهتمون بهذا الأمور. فهمنا الآن أنهم من أجل حلحلة الحضارة التي تقف عائق أمامهم لابد أن يضربوا الأسس التي تجمعها، لأن أكبر خطر عليهم هو توحد
أو توحيد هذه الأمة تحت هوية واحدة. فكان لابد لهم من أن ينصبوا مدافعهم وقواتهم وعقولهم، ينفقون الأموال الكثيرة من أجل أن يجعلوا هذه الأمة مهلهلة، يعني ليست لها هوية جامعة. وكونها كون الأمراض التي نراها هذه الأيام موجودة هذا أقل شيء، يعني أعتقد أن لو أن أمة أخرى غير هذه الأمة لكانت تضررت أشد ضررا من هذا. طيب أريد أن أعود مرة أخرى إلى غازي عنتاب. أستاذ أحمد، يعني السؤال هو العرب يملكون تاريخا واحدا، لغة واحدة، دينا واحدا، ثقافة واحدة، اهتمامات واحدة، عدوا واحدا، يعني يكاد لا يوجد أي تباين بين العرب، ومع ذلك هناك خلاف على تحديد هذه الهوية. من أين أتى هذا الخلاف؟ لماذا لم يتفقوا؟ لماذا العرب يعني لم يجيبوا على سؤال من نحن؟ من حق العرب باعتبارهم متواجدين على بقع جغرافية متحاجرة إن صح التعبير في بعض الأحيان ومتحادة، من حقهم أن يكون لهم هويات وطنية. ولكن المشكلة أنه هل من المعقول دائما أن تكون الهوية الوطنية تتنافى أو تتضار مع الهوية العربية؟ يعني هل كثير من أحبوا أن يعلوا أسوار الإقليمية بين البلدان العربية اشتغلوا على هذه المسألة طويلا من أجل أن يكون هناك محاجرة حقيقية وتضاد مع الهوية العربية، بمعنى أن يبقى الانتماء إلى الهوية الوطنية البحت. وهذا ما نلاحظه حقيقة في واقعنا السوري حاليا وبعد ثورة آذار 2011، وكيف أن هناك الكثير ممن لعب بإطار الهوية الوطنية السورية حاول كثيرا قطعها أو حاولت القطيعة بينها وبين الهوية العربية على أساس أن الهوية الوطنية هي الأولى وهي الأهم وإلى آخره. المشكلة أنا أعتقد أنه هناك حالة تداخل بين الهويات، الهوية الوطنية لكل قطر أو لكل وطن عربي ولكل والوطن كله كأمة. هذه المسألة يبدو أن البعض لم يدركها، أو أن هناك من يريد إعادة تكوين المنطقة على أسس جديدة لعب من خلالها على التفتيت، وبالتأكيد لمصلحة الغرب أو الاستعمار بشكل عام الاستيطاني وغيره أن يكون هناك حالات تفتيت وعدم وجود هوية تنتمي إليها الأمة، كل الأمة. لأن الانتماء إلى هوية واحدة يعني بالضرورة وعلى مدى الأيام، وخاصة أنها يأخذ في إطارها قضية الدين قضية أساسية، يمكن أن تشكل دولة كبرى في المستقبل، وبالتالي تكون خطرا على مشاريع استعمارية للمنطقة، وأيضا منها المشاريع المحيطة، منها المشروع الفارسي الذي يريد دائما الإطاحة بالأمة وليس له هما أساسيا إلا الأمة العربية وإلى العرب بالتأكيد. وهم لعبوا على الدين، مسألة الدين والتشيع، من أجل الانقضاض على الهوية العربية. واليوم ليس هناك من هم نرى أمام كل هذه الميليشيات الطائفية المتواجدة في سوريا إلا الاشتغال في مواجهة العرب والعروبة والهوية العربية، ومحاولة منها من أجل القول بأنه في سوريا مثلا لا يوجد هوية عربية، هويات مختلفة ومتعددة وإلى آخره. أنا أعتقد أن القضية تكمن هنا في عدم القدرة على تداخل الهوية العربية مع الهويات الوطنية. لو استطعنا فعلا أن ندمج بين المسألتين وأن نرى أنه بالتأكيد لا بد من هوية وطنية لكل قطر، ولكن مع ذلك لا بد من أن يكون هناك مرجعية هوية أعم وأشمل تشملنا جميعا. طيب. وهي ما بدأت عليه واشتغلت عليه الرسالة السماوية بذات الإسلام عندما اعتبرت العرب مادة الإسلام، وهم من مشوا إلى إصقاع الدنيا ليمارسوا عملا فتحويا من أجل إعادة تشكيل الأمة بشكل جديد. طيب دعني أرحب بالأستاذ يحيى بوزيدي، أستاذ العلوم السياسية، انضم إلينا عبر الهاتف من الجزائر الآن. مرحبا بك أستاذ يحيى. أريد أن أسألك عن واقع الهوية. الآن الأمم والشعوب كلها تتخندق حول هوياتها. دعني أضرب لك مثلا في الهند. الآن القوميون الهندوس تقدموا في الانتخابات الهندية بفارق كبير عن الأحزاب ذات البعد اليساري أو البعد الديمقراطي إلى آخره، بينما تنهض اليمين في أوروبا، في الدنمارك وفي المجر وفي عدد من الدول الأوروبية الغربية. الأمم كلها الآن
تعود إلى أصولها الثقافية، إلى أصولها الفكرية، إلى أصولها الحضارية. السؤال هو هل يمتلك العرب اليوم، ليس بالضرورة على أسس قومية عنصرية شوفينية وإنما على أسس العروبة، هل يمتلك العرب اليوم وعيا بهويتهم وبضرورة الحفاظ عليها في ظل هذا الواقع الذي تعود فيه كل الأمم إلى قومياتها، من دون أن يعني ذلك عنصرية وقومية وشوفينية كما أسلفنا، وإنما قيم العروبة وأخلاقها وصفاتها؟ شكرا جزيلا على الاستضافة. يعني في البداية يمكن أن نعود إلى ما حصل في المنطقة سنة 2011 وما اطلق عليه بالقضية العربية، وهذا يدل على شيء، فإنما يدل على أن هناك هوية عربية فعلا، بدليل أن ما حصل في تونس انتقل إلى كل الدول الأخرى، وأن شعوب هذه المنطقة تفاعلت مع الأحداث التي حصلت فيها. إذن هناك هوية عربية لا يمكن نفيها قطعا، لكن هذه الهوية تعاني من بعض الإشكاليات، بعضها تعود إلى البدايات انتصار الفكر القومي في عشرينيات القرن الماضي وما حصل من القوميين العرب تحديدا، وكيف تروح هذه الهوية العربية كبديل عن الهويات الأخرى. لذلك فإن الهوية العربية هنا تحتاج إلى تعبير مصالحة مع الهويات الأخرى، سواء التي فوقها أو التي تحتها على غرار الهوية الدينية وحتى الهويات القبلية وغيرها وحتى الهويات القطرية. طبعا هناك مشكلات في الصراعات العربية العربية والدولة القطرية وما حصل فيها، يعني أيضا فشل مشاريع التكامل في المنطقة، فضلا عن وجود بعض من التنوع سواء التنوع الديني او التنوع العرقي على غرار استاذ يحيى في هذا السياق، في معذرة، في هذا السياق الذي تحدثت فيه وعطفا على ما قاله الأستاذ أحمد سعد قبل قليل من غازي عنتاب بأنه يعني يحق للعرب أن يكون أيضا لديهم هويات وطنية، ألا ترى بأن الهوية الوطنية والتركيز عليها وتضخيم الأنا الوطنية هذه أسهم بشكل أو بآخر في تفتيت هذه الانتماء العروبي والهوية العربية؟ صحيح، أنه المشكلة أن دائما كل في المنطقة العربية كل ما تطرح هوية تطرح كهوية مضادة للهويات الأخرى، فالهوية الوطنية للأسف أنها تطرح كمضاد ومتعارض مع الهوية العربية وحتى مع الهوية الإسلامية وغيرها. لذلك نحن نحتاج إلى مقاربة تجعل شكل من التعامل بين هذه الهويات، وليس بالضرورة أنها هوية هويات متعارضة كل واحد منها تنفي الهويات الأخرى. صحيح، وما يتسبب في ذلك بشكل خاص هو الصراعات على المستوى الأنظمة العربية، والتي يعني تجتحد في الهوية الوطنية في تبرير صراعاتها مع الأنظمة الأخرى. لاحظنا في خمسينيات القرن الماضي كيف كانت هناك صراع بين الجمهوريات والملكيات على سبيل المثال. حاليا هناك أيضا محاور عربية متصارعة تتقاطع مع محاور إقليمية ومحاور دولية أخرى خارج من المنطقة ومن خارجها، وهي توظف هذه المسألة الهوية الوطنية كمبرر خاصة على المستوى الداخلي، باعتبار أنه يوجد بعض من التنوع الإثني الذي تجعل منه الهوية الوطنية هي الهوية الجامعة بدل الهويات الأخرى التي البعض حتى يقدمها في صورة الخيانة للهوية الوطنية. لو أننا كنا نعيش في خمسينيات القرن الماضي نفس الحالة إن كان بشكل مختلف، حيث تطرح في الهوية الوطنية من جهة وتطرح فكرة التكامل العربي، وحتى كانت هناك محاولة للوحدة بين مصر وسوريا في تجربة الجمهورية العربية. فهذه الإشكالات التعارضات على المستوى السياسي وعلى المستوى الفكري وعلى المستوى المجتمعي تحتاج إلى مراجعات قصد الوصول إلى شكل من التكامل كما سرقون أفضل بين مختلف هذه الهوية. نعم، سنبحث في هذه القضية أيضا وبالأسباب التي أدت إلى ما يقول بعض المراقبين والمثقفين وحتى المفكرين العرب من بداية تلاشي هذه الهوية وضياع ملامحها لدى كثير من الأجيال الحالية، ولكن نتابع حديثنا هذا بعد فاصل قصير.
هذول الطلاب شو قاعد يعبرون شلون؟ هذا حال الطالب العراقي. أسعدكم الله، ما زلنا وإياكم في الحديث عن الهوية العربية وما يراه كتاب ومفكرون أنها تعاني من أزمة حادة في ظل الأوضاع الراهنة. أعود إلى الاستوديو أستاذ أحمد. اليوم يعني هناك دخلت السياسة على خط كما يقال تعبث بشكل أو بآخر بسبب الأوضاع الراهنة في المنطقة بقضية اللحمة العربية والتماسك الهوياتي العربي إن صح التعبير. يعني هناك توظيف للأدب، هناك توظيف للتعليم، هناك قضية التغريب، السماح بالتغريب، بعملية التغريب، التغريب الثقافي والفكري والتفكيري لدى كثير من العرب. إلى أي مدى يعني إلى أين يمكن أن يقود هذا الواقع، استعمال الأدب والشعر والسياسة والتهاون في قضايا اللغة والسماح بالتغريب؟ إلى أي مدى يمكن، إلى أين سيقود العرب في النهاية برأيك؟ نعم، كما ذكرت سالفا أن العدو ينظر دائما إلى مواطن القوة. وما ذكرت جنابك ما ذكرته من جوانب القوة في الهوية العربية، الأدب واللغة والثقافة والتعليم، كل هذا من أقوى الجوانب التي تكون قوية وتستند إليها أي هوية. فهو إذا أراد أن يعمل ويفسد فلا بد أن يفسد هذه الأشياء التي تؤدي إلى قوة عدوه. فنجد كثيرا من أحوالنا قد أصبح فيه يعني اختراق كبير. يعني تجد حتى النخب المثقفة تتكلم بلغة غير اللغة العربية، لغة فصحى مثلا، اللغة الفصحى يتكلمون بالعامية. بعض الناس يعني يشعر بإحراج عندما يتكلموا باللغة العربية. بعض المفكرين العرب قديما يعني في بداية عصور التغريب كان يقول إني لا أستحي أن أبدأ كلامي بالحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله حتى لا يسخروا مني الغرب. يعني فأصبح الجيل منهزم روحيا وعقليا، حتى أن بعض المثقفين والنخبة والطليعة أصبحت منهزمة روحيا وعقليا. هو انهزم روحيا وشعر أن روحه أقل من روح غيره، وأن ما يستمد منه روحانياته ليست على نفس المستوى الذي من ممكن أن يؤهله أن يكون شيئا له قيمة. وعقليا أصبح ينظر إلى الآخرين بغض النظر عن هؤلاء الآخرين، أي هوية أخرى وأي أمة أخرى ينظر إليها أنها أفضل من عقله، عقولهم أفضل من عقولهم. وهذا حتى نربيه لأولادنا في المدارس. من أين جاءت هذا القصور وهذا الانهزام إذا صح التعبير؟ من أين جاء؟ هو علما أن في العرب يعني أدمغة وعقول طبعا، وقدموا للبشرية حتى في هذا الزمن بدلالة وجودهم هذه الأيام في خارج بلادهم. طيب هم ينجحون في خارج بلادهم. طيب من أين جاء هذا القصور والانهزام؟ أسباب مجتمعة أدت إلى ما تفضلت وأشرت إليه. أسباب مجتمعة أدت إلى فساد كل شيء. يعني أصبح الجو فاسدا في كل شيء، بحكم قوة الدفع الذاتية، بحكم إرادة الضر. ولكننا يعني نحن السبب يدل على المسبب والبعرة تدل على البعير. إن هذا الذي نراه في الواقع هذه الأمة يدل دلالة أكيدة على أن هناك من يعبث في أمن هذه الهوية. هذه الهوية كانت آمنة مطمئنة فجاء من يفسدها. وهذا الذي أشرت إليه أعراض لمرض. هذا المرض موجود ومقرر ومعروف، وكلنا حتى الصغار منا يعرفون أن هذه الأمة تمر بحالة ضعف شديدة. ويتجلى هذا الضعف فيما ذكرت في التعليم، لأنهم يعلمون أن هذا الجيل إذا قطع الصلة بينه وبين هويته فإنه لن يستطيع أن يجاريهم أو أن يدافع أو أن يدفع عن أمته ما هي فيه من هجوم كبير منهم. طيب أريد أن أذهب إلى غاضي عنتاب مع سعده. الآن هناك نهوض للانتماءات الضيقة في المنطقة العربية، للطائفة، للقبيلة، للجهة، الشمال أو الجنوب أو حتى المدينة.
لكن الملاحظ أن أقوى هذه النعرات هي النعرة الطائفية، ترى العربية يقتل العربية، لا لشيء، إن فقط لأنه ينتمي إلى فكر أو ثقافة أو طائفة مختلفة، وينتمي هذا العربي القاتل بالولاء إلى قومية أخرى لا يرى منها خيرا إلا الوعود بأن بعد الموت سيرى خيرا عظيما عند الله. يعني هل هذا التفتت، إذا صح التعبير، التفتت بين العرب وقتل العرب بعضهم بعضا، هل هذا ناتج عن جهالة عند العرب بالخطر الذي يحيق بهويتهم، أم ناتج عن دوافع خارجية؟ أين المشكلة تكمن؟ يعني أنا أعتقد أن القضية مرتبطة مباشرة بحالة الاستبداد التي مورست على غير مكان أو غير وطن في أمتنا العربية. أنا أعتقد أن القضية مرتبطة مباشرة بهدر إنسانية الإنسان، لأنه بكل أسف وعلى الأقل في العصر الحديث هناك الكثير من الأنظمة العربية التي ادعت أنها تحمل المشروع العربي أو العروبي أو القومي أو ما شابه، هي من أهانت وكسرت النموذج لدى الناس وحاولت دائما هدر إنسانية الإنسان حقيقة، والتلصي وراء شعارات براقة هي بالحقيقة ليس علاقة لها لا بالوطنية ولا بالعروبة ولا بأي شيء. وطبعا مثالنا جاهز، هو بشار الأسد أكبر مثال، هذا الذي يدعي العروبة وهو حقيقة ليس له علاقة إلا باستمرار وتسييد طائفته على الناس وحالة الممارسة الطائفية البشعة التي مورست في سوريا والقتل الممنهج الذي مورس وما زال يمارس حتى هذه اللحظة ضد كل الناس. ومن ثم هنا أعتقد أن قضية الارتداد إلى الهوية العربية ستكون باتجاه آخر ردة فعل ضد هذه الهوية، لأن الكثير من الناس لا يعون أن القضية ليس لها علاقة بأشخاص محددين، هم يعتقدون أن ما يجسد الهوية العربية هو بشار أو قذافي أو ما شابه، ولكن واقع الأمر هم يعني لم يدركوا بعد، العديد من الناس أو الجمهور العام لم يدرك أن القضية هي مرتبطة بوجودك كإنسان عربي على هذه البقعة الجغرافية كجنس بشري. جاء القرآن الكريم بلسان عربي ليحميك وليحمي أمتك وليحمي وجودك العربي. أعتقد أن هذه المسألة ما زالت تعاني الكثير في واقعنا العربي بكل أسف، وما زالت أسوار الإقليمية التي يحاول الاستبداد المستبد القاهر الذي يفعل ما يفعله في واقعنا أن يعليها ويعليها، وهو يحاول العودة إلى ما قبل وطنية وما قبل قومية. أعتقد أن القضية فعلا إلى مسألة طائفية أحيانا وإلى الأثنيات القومية الصغيرة أحيانا أخرى، ومن ثم فالآن تجد في سوريا مثلا أنه لا يحق الحديث عن العرب والعروبة والقومية العربية، ولكن بكل بساطة يمكن الحديث عن القومية الكردية ويمكن الحديث عن القومية الشركسية والأرمنية وإلى آخره. إذن القضية وكأنها ردة فعل جاءت ضد كل ما هو عربي وكل ما هو منتمي إلى أمته العربية، وهم لا يعيون تماما أن الأساس الذي جعل هذه الأمة أمة ومد جسورها إلى العالم كله هو القرآن الكريم والرسالة المحمدية رسالة الرسول صلى الله عليه وسلم. لذلك أعتقد أنه كمان أزمة وعي، ليس هناك وعي مطابق للمراد تجيره من أجل واقع أمة أفضل، ما زال هناك اشتغال بالعكس وما زال هناك ردات فعل، وأتصور أن الكثير من الأنظمة المستبدة عملت فعلا بشكل مباشر على أن يكون هناك ردات فعل معاكسة من أجل تفتيت الواقع العربي وأن يكون التشظي أكثر مما هو حال الواقع في غير مكان من أقطارنا العربية التي تشظى إلى ما قبل وطنية وإلى ما قبل طائفية حتى. طيب. كثير من الأحيان يكون القضية حتى في الطائفة الواحدة التشظي وتشظي وتهرب. طيب، أريد أن نذهب إلى الجزائر لأسأل الأستاذ يحيى قريبا مما تحدث عنه سعده من غازي عنتاب. يعني الآن نحن في منطقة عربية تشهد حروبا طاحنة، صراعات دموية لا يموت فيها إلا العرب، أو أكثر من يموت فيها هم من العرب، علما أن الأمريكيين والأوروبيين والروس والفرس كلهم يأتون إلى هذه المنطقة لكي يشاركوا في الصراع. القتلى دائما هم من العرب والقاتل أيضا من العرب. يعني هل نتحدث عن مظاهر تلاشي التماسك العربي المجتمعي، النسيج المجتمعي، عندما كان في السابق مثلا قبل عقود كان هناك على المستوى المجتمعات العربية كان هناك تماسك، كان هناك محبة، كان هناك تواصل،
هل نتحدث عن مظاهر ضياع وتلاشي هذا التماسك بين العرب على المستوى الوجداني الجمعي؟ أظن يعني قبل ذلك أمر المرور أبدأ من هذا ثم أعود إليه. أعتقد أنه لا يوجد هذا التلاشي التماسك الوجداني المجتمعي، بالعكس هناك ترابط قوي وشديد جدا يمكن أن نعبر عليه. يعني مثلا إذا أخذنا نموذجا الحالة السورية، كيف تعاطف كل العرب مع العرب، على أتحدث عن العرب هنا كمان على مستوى الشعوب، كل الشعوب العربية أو جلها تعاطفت مع ما حصل في سوريا مع أرشاد السوري. احتضنت الشعوب العربية اللاجئين السوريين. نفس الشيء يمكن أن نتحدث عن مثلا عن ما حصل في مثل الانقلاب، وأيضا هذه نقطة. معذرة أستاذ يحيى، أشرت أنت إلى نقطة مهمة جدا، قلت أن الشعوب العربية احتضنت الشعب السوري. ألا ترى أن هناك أخبار كثيرة تتحدث عن مظاهر عنصرية ليس فقط اتجاه السوريين، وإنما ربما اتجاه اليمنيين أو الليبيين أو العراقيين؟ يعني ألا ترى أن مظاهر العنصرية حتى بين العرب القطرية، هذه اللبناني يرفض الفلسطيني والأردني يرفض الفلسطيني واللبناني يرفض السوري وهكذا هلما جرى، ألا ترى أن هناك هذا نوع أيضا مظهر من مظاهر تلاشي التماسك المجتمعي والعروبي بين الطوائف العربية؟ أعتقد بالنسبة لهذه المظاهر العنصرية يجب أن نأخذها يعني في ننتقص فيها. هناك شكلين من العنصرية، هناك شكل من العنصرية التي تقوم بها أحزاب سياسية وحركات وغيرها منتمية لطائفة محددة وغيرها، وهنا تكون الهوية الطائفية أعلى من الهوية العربية، هذا من جهة. وهذا أيضا هناك شكل من العنصرية التي تمارس بسبب نقص الموارد وغيره، وهذه حتى تحصل مرات داخل الدولة الواحدة. هذه المظاهر العنصرية لا يمكن أن نفيها، لكن التأسيس عليها والحديث عن تلاشي الوجدان العربي بشكل كامل أعتقد أن هذا فيه قدرا من المبالغة. لا ننكر وجود مثلا في كثير من الدول، ممكن نشير إلى اليمنيين في السعودية أو إلى السوريين في لبنان مثلا أو غيرها من الدول العربية، صحيح يوجد هذا النوع من العنصرية، لكن أقول أحيانا تكون على مستوى الأنظمة السياسية، أحيانا تكون على مستوى أحزاب لديها أجندات طائفية وغيره، وحتى في على مستوى الشعوب، لكنها تبقى في دوائر محدودة، لأننا في المقابلة نلاحظ ذلك التكافل والتضامن العربي، وحتى يكون من الرابطة الدينية. وهنا أشير إلى مسألة الهوية الدينية باعتبارها هوية عادلة للحدود. كنتم أشرتم مثلا في البداية إلى قضية الأحزاب الهندوسية وحتى اليمين المتطرف في أوروبا، هذه الأحزاب وغيرها لديها أيضا هويتها الدينية. فنحن نحتاج إلى قضية مراجعة العلاقة بين الهوية العربية والهوية الدينية، لأننا لما ندقق نجد مثلا الهوية الطائفية مشكلة ليس على الهوية العربية، يفصل بين العرب، ثم من لا يفصل بين العرب وبين الإسلام، يعني أن الهوية العربية مرتبطة بالإسلام على غير ما هي الحال في الهند. القومية الهندوسية مرتبطة بالدين الهندوسي، يعني كثير من القوميات الهندية. لكن لو أذنت لي يعني أن أقاطعك أستاذ يحيى، سأعود إليك لأبحث معك هذا الأمر. لدينا فاصل أخير الآن ثم نستكمل الحلقة بعد قليل. يرجى من مشاهدي قناة رافدين الفضائية استقبال بث القناة على مدار القمر سهيل سات وفق التردد الجديد 1730 أفقي، إضافة إلى التردد الحالي على القمر نايل سات 12380 أفقي.
أهلا وسهلا بكم مشاهدينا الفاضلين إلى الجزء الأخير من حلقة اليوم. أستاذ أحمد، اليوم الكثير، آلاف، عشرات الآلاف من المهاجرين، من النازحين، من الهاربين العرب إلى دول الخارج في أوروبا تحديدا وأمريكا وكندا وأستراليا، ترى أنهم يعني بمجرد وصوله بعد مدة بسيطة يعني يترك تراثه وتاريخه وثقافته وطباعه وخصائصه النفسية وراء ظهره، ثم يعني يتحلل ويتخفف من طباعه هذه العربية. السؤال هو هذا الوضع، هذا الضعف في الانتماء، هل وراءه يعني هوية عربية مستهدفة من الخارج، وبالتالي هذا الضعف وراءه آلة خارجية، أم أن المشكلة تكمن في النظم السياسية العربية ومن بثق عنها من نخب مثقفة؟ أين الخلل في ضعف هذا الانتماء؟ والله أنا أرى أن المشكلة الكبرى والأولى والأهم فيما قلت منذ قليل أن الهوية تعريفها خصائص مشتركة نفسية لمجموعة من البشر. هذا يترجم إلى دولة في كل العالم. تجد مثلا الروس لهم دولة، قوميات ولكنها مشتركة في قواسم مشتركة فعملت دولة. الهنود وغيرها من الهويات لهم دولة. أما الأمة العربية فإن مشكلتها الكبرى برغم قواسمهم المشتركة فليس لهم دولة. هذا يجعل هذا السبب من أكبر الأسباب التي أدت إلى الضعف الذي أشرت إليه، أنه يترك هويته بسهولة ويتركها وراء ظهري إذا وجد. ليس لهم دولة، ماذا تعني؟ ليس لهم دولة تحميهم وتحافظ عليهم، مؤسسات تعتني أكثر ما تعتني بالقواسم المشتركة التي بين هذه الهوية، اللغة والثقافة والتراث. تكلمنا منذ قليل عن أن تراث الأمة له قاعدة بيانات مثلا موحدة. لو أن هناك دولة لكانت قد تبنت مواضيع ومشكلات هؤلاء الناس. هؤلاء الناس ليس لهم صاحب، ليس لهم من يعمل على تأصيل الهوية في داخلهم، بالعكس هناك من يعمل على مسخ هويتهم وإخراجهم من الهوية التي يعرفون أعداؤهم يعرفون أنها مصدر القوة لهم. فتجد العربي إذا خرج كما قلت وذهب إلى أي مكان آخر وجد أن هناك هويات أقوى، انضم إلى هذه الهويات الأقوى وتخلى عن هويته. ولكن هذه سنة كونية لا تتغير ولا تتبدل بتبدل الأزمان، دائما المهزوم هذا شأنه. سؤالك لماذا؟ كما قلنا أن أول سبب أن ليس لها دولة تحميها وتحفظها وتعمق من أسباب قوتها، وتنشئ الأجيال على الانتماء لعروبتها، وتنشئ هذه الأجيال كما قلت على الانتماء لعروبتها. بالعكس، يعني الأخ تفضل عندما تكلم وقال الضيف وقال أنهم لا يعني، لكن كان عندنا دولتان كبيرتان يعني في الميزان العربي وهما سوريا والعراق، كانت دولتان قوميتان، ومصر أيضا، مصر جمال عبد الناصر. كانت هذه الدول تربي أولادها وفي المدارس على الانتماء العروبي وعن العرب أمة واحدة، فمن أين ليس لهم دولة تنشئ الأجيال؟ والله لم أعتقد أنهم كانوا جادين في هذه الأطروحات، يعني كانوا يطرحونها وفي نفس الوقت يطرحون بجوارها الأشورية والفرعونية والفينيقية، كذلك يرفعون من بعض الأفكار الأجنبية والغربية والحداثة. الحداثة كانت منتشرة في نهاية القرن 19 وبداية القرن 20 بشكل مخيف. دائما ما يلجأ القوي إلى أن يسحب المهزوم إلى مربعه. وقد شخص الشاعر الإسلامي العظيم الأستاذ محمد إقبال حال الأمة، هو طبعا يقصد المسلمين ولكن العرب في القلب منهم، يعني يقول: الصفوف معوجة منشقة والقلوب خاوية حائرة، والسجدة جامدة خاوية، لا حرارة فيها ولا شوق، فقد انطفأت جمرة القلب وخمدت شعلة الفؤاد. شعلة الفؤاد خمدت لأنها لم ترى أن لجزوتها أو لإضاءتها فائدة. أصبح الآن كما قلنا مزاج الذي المنتشر ما بين النخبة الانهزام الروحي والعقلي، يعني قليلا ما تجد أحدا يرفع رأسه ويفتخر بأنه عربي ينتمي لهذه الأمة. من أجل هذا أفضل ما يمكن أن نقدمه للأمة في الفترة القادمة أننا نحيي
طيب هذه السؤال هذا ما الذي يمكن أن نقدمه؟ سأتركه لك في الأخير حتى أرجع وأختم معك إن شاء الله. أذهب إلى سعد في غازي عنتاب. يعني نحن نعيش في عالم متغير تذوب فيه الخصوصيات والحدود بين الأمم، لدرجة أن العولمة هذه التي تقودها أمريكا تشعر دولة بحجم الصين بالخطر وبحجم الهند. الصين والهند تقاتلان من أجل الحفاظ على خصائصهما القومية في ظل هذه العولمة التي تهاجمهم، وكذلك في أوروبا لم تسلم، بريطانيا وفرنسا تقاتل من أجل لغاتها وهوياتها. ماذا يمكن أن يفعل العرب للحفاظ على خصائصهم، على هويتهم، على تراثهم، على طباعهم؟ نعم، المشكلة فعلا النموذج الذي خلفه العديد من الأنظمة العربية ذات الهم العربي أو التي تدعي ذلك بأنها تحمل الهم العربي، طبعا ما عدا مرحلة وتجربة عبد الناصر، الآخرين كلهم كانوا مستبدين حقيقة ومارسوا بسوء ولم يكونوا صادقين، بل كانوا في معاداة للعروبة والعربية. أعتقد أنه المطلوب اليوم هو عبد الناصر لم يكن مستبدا؟ عبد الناصر بشكل برأيي أنا على الأقل لم يكن مستبدا بمنظار أو بالمقايسة مع نظام حافظ أسد أو بشار أسد أو القذافي أو ما شابه. هو له تجربته، لها ما لها وعليها ما عليها، لسنا بصدد الحديث عنها، ولكن لو دخلنا في الإجابة على السؤال، المشروع القومي العربي كان عبد الناصر. بغض النظر عن ذلك، أنا ما أريد أن أقول اليوم نحن بحاجة حقيقة إلى إعادة صياغة المشروع العربي، إلى أن يكون هناك نخب عربية تعيد صياغة المشروع على أسس جديدة، وأن يكون لها حامل. هذا الحامل قد يكون هذه الثورات، ثورات الشعبية العربي، سواء كان في سوريا والتي نأمل أن تكون منتصرة في الأيام القادمة أو الأشهر أو السنوات، وأيضا في ثورات الربيع العربي في غير مكان، ومنه السودان والجزائر وكل الحالة العربية التي انتكس منها والبعض ما زال مستمرا أو يحاول الإعادة لبداية الطريق. أعتقد أن المطلوب منهم إعادة صياغة مشروع عربي حقيقة، وما أشار به الزميل أن الربيع العربي أكد على أن هناك فعلا انتماء عربي، وباعتبار بالتداعي وبالتثاؤب إن صح التعبير جاءت الثورات، ثورات الربيع العربي متتابعة، وكان نهاياتها اليوم في الجزائر والسودان، وقد لا يكون نهايتها اليوم وإنما ستتابع في غير مكان من الواقع والإقليم العربي. أعتقد أن المطلوب اليوم هو اندماج بالمحيط العالمي أيضا. نحن لسنا منقطعين عن العالم، ولا يمكن أن نكون منقطعين عن العولمة التي صحيح في طرف منها متوحشة، إلا أن الحالة العالمية نحن جزء منها، ونحن قرية واحدة عالمية، لا يمكن إلا أن تكون ذلك. إذا الصين غير قادرة فكيف للعرب حتى لو كانوا مجتمعين أن يكونوا قادرين على مواجهة الطاغوت الأمريكي العالمي الذي يتخطى كل شيء؟ أعتقد المطلوب كثير، ولكن النخب هي التي يقع عليها اليوم الكثير من قضايا الهم العربي والمشروع العربي المبتغى والمراد الوصول إلى هوية عربية جامعة. وهذه النخب كما قال ضيفنا في الاستوديو الأستاذ أحمد هي منهزمة في هذه المرحلة على الأقل. أريد أن أحيل السؤال التالي إلى الأستاذ يحيى في الجزائر. يعني ذكر الأستاذ أحمد معي في الاستوديو ذكر نقطة مهمة، أن للعرب ليس لهم دولة تنشئ هذه الأجيال على الانتماء الصادق للعروبة من حيث كونها قيم وأخلاق وتاريخ وتراث، لا من حيث كونها قومية متفردة وتستعلي على الآخرين. هذه الدولة غائبة. إذن في ظل هذا الواقع، هذا العالم، هذا الصراع الذي نشهده، على من تقع مسؤولية ربط الأجيال العربية الناشئة بعروبتهم، بتاريخهم، بثقافتهم، وجمعهم في بوتقة واحدة، أن ينظرون إلى تاريخهم نظرة واحدة يعتزوا به، لا يذوبون في المجتمعات التي يذهبون إليها وينسون تراثهم ولغتهم؟ تقريبا هذا تحت تعبير بعض الفرق ومساله الواد المؤسساتي للهويه العربيه. يعني كما تلقون اشرتم، اقبال العلماء تعني نهايه الحدود السياسيه وفكره المواطن العالمي وغيره. لاننا في الواقع نلحظ يعني حتى في كل دول العالم، تعود اليمين المتطرف وغيره، وحتى في المنطقه العربيه الهويه الطائفيه والجهه وغيره، ما يعني ما تحت وطني وليس عالمي. وكنتم أشرتم إلى موضوع التعليم، مثلا نلاحظ في هذا المجال في التعليم والإعلام وغيره، مثلا على سبيل المثال قضية التعليم بالدارجة في الكثير من الدول العربية التي طرحت هناك رفض لها. أيضا هناك موضوع مثلا المنتجات الدرامية التي كانت سابقا بالعربية الفصحى، والآن هناك في كل دولة تنتخب للهجتها، والإنتاج الدرامي يرتبط بالشعب
للدولة، لكن مع ذلك هناك الكثير من المنتجات التي يقول لها امتدادات في مختلف الدول. إذا هذه بعض المظاهر تدل على وجود من جهة تهديدات للهوية العربية، لكن في الوقت نفسه تأكد هذه الروابط بينها. بالنسبة لموضوع الدولة، أهم مشكلة تواجه الهوية العربية أنها هي إن صح التعبير هوية هشة مؤسساتيا، أي أنها لا توجد على مستوى الدولة والدول. هناك الدول الوطنية، هناك تحت الدول الوطنية وفوقها ظاهرة العولمة. المؤسسات العربية على غرار مثلا في الجامعة العربية أو المغرب العربي أو مجلس التعاون الخليجي وغيرها، هذه المؤسسات التي يفترض المنط بها أن تكون طريقا إلى شكل من التكامل العربي الذي كان يقود في أحلام القوميين العرب سابقا إلى الدولة العربية الواحدة، هذه أيضا تلاشت. إضافة إلى ذلك، هناك البعد الاقتصادي والذي يتعارض مع الهوية. كلما تراجعت الموارد الاقتصادية، كلما تزايدت الصراعات الهوية، هذا على مستوى المنطقة العربية ككل أو حتى داخل الدولة الواحدة. أمام الأوضاع الاقتصادية التي تعيشها الكثير من الدول، نشهد أيضا صراعات وداخل الدول من جهة وبين الدول العربية من جهة أخرى، ما يشكل تهديدا للهوية العربية. ما نحتاج إليه هو شكل بناء إعادة مراجعة دور المؤسسات العربية على غرار الجامعة العربية وحتى المؤسسات للتكامل على المستوى الإقليمي الفرعي المغرب والمشرق، التي تعطي نفس جديد للهوية العربية، لا ليس على طريقة القوميين العرب الذين جعلوها متعارضة مع الهويات الوطنية والهوية الدينية وغيرها، وإنما توليفة تجمع بين هذه الهويات ككل. طيب، هذه الفكرة وضحت من عندك، أشكرك أستاذ يحيى. لكن أختم معك أستاذ أحمد، يعني الآن سوريا وهي يعني كما يسميها العرب قلب العروبة النابض، الآن سوريا تفرس، يؤتى بالقبائل من أفغانستان ومن باكستان ومن إيران لكي يستوطنوا في مناطق يعني في قلب سوريا، في دمشق، في حلب، في حمص، على حساب العرب التي هجروا أهلها الأصليون، العرب الذين هجروا منها. مصر ترى حالها يعني في واد آخر، يعني بعيد عن هموم الأمة. حواضن في الجزيرة العربية، حواضن عربية أصيلة الآن تتغرب تحت مسمى الانفتاح والاعتدال إلى آخره. ما الحل لإنقاذ ما يمكن إنقاذه من هوية عربية يبدو أنها تذوب حتى في فكر أبنائها؟ طبعا هو لابد من حل. يعني أول مرحلة من مراحل الحل معرفة الداء، أو مرحلة أو معرفة الداء إذا أردنا أن نعالج الدواء، الدواء إذا عرفنا الداء. داء الأمة داء عضال، يعني داء صعب جدا، ولكن كل شيء بتيسير الله سبحانه وتعالى. نضع أيدينا على موطن الداء، والأمة لا ينقصها عقول، يعني العقول ما شاء الله ليست بهينة. هل يمكن أن تقول، أنت ذكرت قبل قليل قضية الدولة، غياب الدولة، هل يمكن أن نستعيد عن الدولة بالمؤسسات في المهجر؟ في المؤسسات، مؤسسات تعليمية ثقافية، يمكن أن توجد جسما متحدا فيما بينها وتنسيق على درجة عالية لوضع سياسة تنشئة أجيال في الغربة مثلا؟ نعم، هذا ما كنت أود أن أقوله. مرحلة الأولى مرحلة معرفة الداء، وعندنا أساتذة كبار في مختلف التخصصات عليهم أن ينظروا ويضعوا لنا أصل الداء، ولكن بتجرد ومن منطلقات عروبية خالصة. المرحلة الثانية أن يكون لهذه الفكرة دعاء مقتنعون بها، دعاء يقتنعون بأن الهوية العربية ليست متناقضة أبدا مع غيرها من الهويات، بل هي تدعم الهوية الإسلامية، وهي أكبر مكسب للهوية الإسلامية إذا كانت الهوية العربية قوية. هي ليست مكسب، هي روح الهوية الإسلامية، روحها. وكانت يعني لا هوية إسلامية بدون لغة عربية، لا هوية إسلامية. أنا أتكلم على العرب، العرب أنفسهم. نعم. يعني العرب أنفسهم قدموا للعالم ما لم يقدمه غيرهم. يعني كما نعلم، أول من عمل عملية قيصرية، الملايين النساء الآن يولدون أبنائهم بالقيصرية، كان عالما عربيا. كتاب الطب لابن سينا في القانون، كتاب القانون في الطب، هو كان يدرس لعقود طويلة في الجامعات الأوروبية.
جابر بن حيان والخوارزمي هم من وضعوا الخوارزميات وقواعد الرياضيات. حتى لا يقول بعض المشاهدين انه ابن سينا ليس عربيا، هناك من المؤرخين من يقول انه عربي قح ابن سينا. حتى لو كان هذا، ولكن نحن عرفنا الهوية بانها عبارة عن انتماءات مشتركة، كل من اهتم بالثقافة العربية فهو عربي، كل من تداخل فيها فهو عربي. كذلك في الجغرافيا وقع بعض المخطوطات، وهو تخصصي، وقع بعض الناس على مخطوطات وكالة ناسا الآن منبهرة بها، كيف وصلوا إلى رسم أمريكا. كذلك كما نرجع إلى موضوع الحل، مؤسسات، إنشاء مؤسسات، هذه المؤسسات تعنى بما نقول وتقوم بمقام الدولة، هي التي تربي وهي التي تعمق مفهوم العروبة في قلوب الصغار. هذا ربما نخصص له موضوعا مستقلا. أشكرك إن شاء الله. شكرا جزيلا أستاذ أحمد. مشاهدينا الكرام، وصلنا إلى ختام هذه الحلقة. أشكر ضيوفي الأعزاء أحمد سليمان الباحث في التراث العربي، وأحمد مظهر سعدو الكاتب والصحفي، ويحيى بوزيدي أستاذ العلوم السياسية. شكرا لكم، في حراسة الله تعالى.